الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور الأرانب. ناس كتير نفسها تعمل مشروع تربية الأرانب، وفي ناس بتقول مثلا ده مشروع صعب، في ناس تقول ده محتاج تكاليف كتيرة، في ناس تقول ده مشروع فاشل، ويعني الأقاويل فيها كتيرة. النهاردة إن شاء الله هثبت لك بالورقة والقلم إن أنت بأقل التكاليف او باقل الامكانيات ممكن ان شاء الله بخمس ارانب ذكر واربع نوت تقدر يبقى عندك في خلال خمس ست شهور اكتر من 100 ارنب. طبعا في ناس هتقول ان الكلام ده كلام مش صحيح، الكلام ده غير واقعي، الكلام دوت كلام مش ممكن يحصل، وكلام 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 كتير قوي. لكن انا هثبت لك عن تجربة شخصية ازاي، او هثبت لك بالورقة زي ما قلت ازاي هيبقى عندك الرقم ده اللي هو اكتر من 100 ارنب في خمس ست شهور بخمس ارانب بكر واربع نوتي. بس اهم حاجه صلوا على الرسول وتابعوا معايا الفيديو. شوف يا سيدي، بدايه كده كل اللي انا محتاجه منك انك تركز معايا في الفيديو ده وتتفرج عليه للاخر، ولو محتاج توضيح او لو ما عندك توضيح او اي تعليق سيبه لي في التعليقات تحت وان شاء الله هرد عليك فيه. بدايه انا محتاج منك انك تجيب لي ذكر واربع نطي. هتقول لي بقى طب اجيبهم بلدي ولا اجيبهم سلالات ولا اجيبهم هجين؟ هاتهم زي ما تجيبهم. انا هقول لك يعني انا هشرح معاك على اقل الامكانيات. اولا لازم تعرف ان الارانب ممكن تولد من واحد لحد 18. 18 ديت صعب تلاقي عندك هنا في مصر منها، لكن هنا المتاح عندك في مصر من واحد لحد 12 ارنب. تمام كده؟ تمام. انا محتاج منك تجيب ذكر عمر 6 شهور ونوتي عمر 5 شهور. واحد يجي يقول طب انا هتاكد ازاي؟ والله الموضوع دوت ده بيعتمد عليه 90% من نجاح تربيه الارانب انك تبقى جايب من مصدر ثقه. انا ما عنديش ارانب، عشان ما حدش يقول لي طب احنا عايزين نشتري منك، انا ما عنديش ارانب للبيع، انا بربي البيت عندي. فانا بقول لحضرتك اللي انت لو عايز تنجح اسمع الكلمتين دول، هتجيب ذكر 6 شهور وتجيب نوتي 5 شهور وتدور على حد تثق فيه، يعني يكون ايه ربنا يبارك لك في اللي هتجيبه. يعني زي ما قلنا الارانب بتولد من 1 ل 12. فانا هيجي واحد يقول لي يا عم طب ما في ارانب ممكن تولد، ارانب ممكن ما تولدش، ارانب ممكن تولد وما ترضعش. انا عشان كده هقول لك متوسط ولاده الارنب في الشهر 5 ارانب بس. خمسة بس، مش هقول لك لا 7 ولا 8 ولا 10 ولا 9، وبرضك مش هنقول لا 1 ولا 2، هنقول 5 في المتوسط. طيب الارنب بيقعد 30 يوم فترة الحمل بتاعته. يبقى إذا عندي أنا المفروض في التربية الأرضي الأرانب في 6 شهور هيولدوا 6 مرات. يتلقحوا مثلا يوم واحد، يولدوا يوم واحد في الشهر الجديد. تمام كده؟ تمام. لا أنا هقول لك إيه يا عم؟ أنا هقول لك إحنا هنلقح الأرانب كل 35 يوم وناخد منها ولدة كل 35 يوم. تمام كده؟ تمام. طيب هنقول بقى إيه؟ يبقى احنا هناخد في الست شهور كام ولدة؟ 5 ولدات. طيب كل ولدة كل شهر المفروض ان انا هيجي لي عندي 20 ارنب. العشرين ارنب دولت المفروض يعني هنفترض ان هو هيبقى نصهم نوتي ونصهم ذكورة. تمام كده؟ تمام. لما اجي اضرب 20 ارنب في 5 شهور هيديني كام؟ 100 ارنب. ده اللي انا متفق معاك عليه في الفيديو ببساطة شديدة اهوت، والموضوع مش محتاج يعني ايه شرح ولا يعني الموضوع مش محتاج شرح طويل يعني. طب واحد يقول لي يا عم طب ما انت كده ممكن زي ما قلت في الاول ان في ارانب تموت، ارنبة تولد ما ترضعش، ارنبة ما تولدش اصلا. طيب انا اقول لك على حاجة جميلة خالص، مش كده انت بقى عندك 100 ارنب بعد 5 شهور ولا 6 شهور؟ تمام. لا اعتبر ان نصهم مات. ايه ده؟ ايوه اعتبر ان نصهم مات. يعني بقى عندك ايه؟ يعني بقى عندك 50 ارنب بس في الخمس ست شهور الاولانيين دول. ايه ده؟ طب ما انت كده ما جبتش ال 100. لا انا شفت انا بوصلك لمرحله ان انت مش هيبقى عندك 100،
انا هيوصلك لمرحلة ان انت يبقى عندك مئات في اعتقاد الشخص ان انت كمربي انت هتغلب في تربيتهم بس انت اقدر عليهم. طب ازاي الكلام ده؟ هقول لك الموضوع ببساطة جدا. انا اول ولدة عندي هتبقى 20 ارنب. بعد ما يعدي ال6 شهور ال20 ارنب دولت المفروض ان هم هيكونوا على وش تلقيح تاني. يعني ايه؟ يعني خلاص هيكون بلغهم، يعني هيكون النطي عندها 5 شهور مستعدة للتلقيح، وبالتالي هي هتولد. فاذا لو انا هفترض ان ال20 ارنب دولت نصهم نطي ونصهم ذكورة، يبقى انا هيجيلي في الشهر الواحد 50 ارنب. ده غير ايه؟ ده غير اصلا ال20 ارنب بتوع ال4 امهات. تمام كده؟ طب هو ده كده؟ لا مش كده. الشهر اللي بعديه المفروض ان في 20 ارنب تانيين. الله، ايه ده بقى؟ ده انا كده كل شهر هيجي لي 20 ارنب، هيجي لي 50 ارنب. لا مش هيجي لي 50 ارنب، ما احنا قلنا في الاول ان احنا هيسقط مننا 50، فاحنا هيبقى عندنا 25 ارنب، 50 ارنب بس. هنفترض ان فيهم 25 نوتي و25 ذكورة. تمام كده؟ طيب ال 25 نتاية ديت لو انت ضربتهم في 5 بعد 5 شهور، لما يبقى كلهم عندهم 5 شهور، يعني بعد بالظبط بعد 10 شهور من اول ولده، بعد 10 شهور من اول ولده المفروض هيبقى عندك تقريبا كل شهر 95، من 90 ل 100 قرنه في الخلفه الواحده. ازاي يا عم ده؟ الموضوع يا جماعه زي ما قلت لكم ببساطه شديده جدا. تربيه الارانب بسيطه وسهله وفيها خير كتير، لكن انا مش عارف الناس بتعقد بعض ليه منها، والناس ليه بتحاول تخلي تقول يعني ما تخليش حد يربي، وتقول لك لا ده فاشله ومش فاشله. الارنب ببساطه شديده لو انت عندك ذكر وانتايه انت ممكن تعمل بيهم اكتفاء ذاتي. لو عندك ذكر و4 ارانب في خلال سنه ممكن يبقى عندك مئات الارانب. يا جماعه يعني انا هنا ما وضحتش طبعا ازاي هيبقى عندك الكلام ده، انا وضحت بس الارقام بالورقه والقلم. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك على خطوات تمشي بيها، هقول لك امتى تجيب، امتى تعمل تلقيح، وازاي تشيل ارانب تجهزها للتلقيح الجديد، او ازاي تشيل ارانب تغير بيها او تعمل بيها احلال، وازاي تختار ذكر من الارانب اللي عندك، وازاي تعمل ازاي تخلي الاب يلقح الخلفة بتاعته، وامتى يبقى ده صح وامتى ده غلط. الفيديو الجاي ان شاء الله هوضح لكم الكلام ده. لكن مجمل الموضوع ده ان انت لو عندك ذكر و4 نوتي المفروض كل انتاية هتجيب 20 ارنب، في كل انتاية هتجيب 5 في 4 يبقى ب20، في 5 شهور يبقى 100 ارنب. وكده ببساطة جديدة وبكل امانة الموضوع ده بيحصل وحصل معايا انا، وما شاء الله. والله يا جماعه اللي دخل القناه بتاعتي من بدايه القناه لحد دلوقتي ذكر وثلاث نوت، ذكر وثلاث نوت، لا جبت ارنب جديد ولا اشتريت ارنب جديد. طبعا غير اللي اتذبح، وغير اللي انا يعني انا كنت جيت فتره كده كان ساعات بيبقى عندي زيادة عن اللزوم، فكنت ساعات يعني ناس يعني ساعات ممكن أوزع منهم حبايبي، ممكن أبيع منهم، لكن ده كله من ذكر وثلاث نطش. فأنا نفسي تبقى أنت زيي، نفسي تعمل زيي إن شاء الله. زي ما قلت الفيديو الجاي هقول لك أنا بدأت إزاي، وأقول لك أنا إزاي قدرت أوصل للمرحلة ديت، وقدرت أوصل إن أنا أقول فعلا إن أنا مش قادر على اللي عندي. اتمنى يكون الفيديو وصل لكم. لو في اي تعليق او اي توضيح سيبولي في التعليقات تحت، وان شاء الله في اقرب وقت هرد عليكم. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.